حي 8 مارس 160 مسكن. حبينا نسويو الوضعيه تاعنا باللي تاع المفاتح، كاين تاع المفاتح اللي شاريين، كاين احنا. انا ساكن في ديبارا، هذا صادم هذاك صادم، يحسنوا لنا الوضعيه تاعنا، يديروا لنا حل. الوضعيه في حاله خلاها خويا، من البارح احنا في حاله، قالوا لنا نحولوكم قبل الفوت، من بعد قالوا لنا ورا الفوت، ورا الفوت حولوا 105 وحنا في 58 خلونا هنا. احنا ماهيش سكنه، راهم فيران وما يقبلوش بها. مني كان بابا حي ما عطوناش، درنا الدواسه، درنا قاعده تتمد من تحت لتحت. شوف ايماجيني، راحوا حولوا ناس الكل، خلوها ديار كامله فارغه. ايماجيني الناس في اللي تصدم، في اللي قاعده تسرق في النحاس وفي الدم. الناس راحت سكنت القوصاره، سكنوا في 90 ايطاج، وحنا خلونا من كوبين هنا كل جوسي بلوك، وزادوا قصوا علينا الكهرباء، وحنا ما عندناش الغاز من بكري، والماء وقاعد يجري، والحكومه قالت لنا الناس عليكم، والبارح حنا بيتين متعاركين مع الناس قاعدين يزموا على الديار.